أزول مصر الخير مرام في الأول وإذا كتير كان زولين كان لونك ساق ميسة مزيق ست لزين النهار وإذا زورا يمود لمر ونغلب فمن زون تمورثنا الزيار يرون الحكومة قوان يعني أن يتفترن نقعد ويند ذاكن قواليس ذاكن كيران يتفترن خص الماضي يعني أن أمشوار هي ريح ريشن يمخلف ذاين أديلون سنقو قول قوان يسعان يسويو ويساول اللي تريريت الولها غرصن يوكن تيليان ذاكلين ترتيث ذاكن إقلاق الحال ونعيك وكنت لا فقوهيل أنه سلوين تقدو ذا مس عبد المجيد تبون ذوك سنتو لنظاني وكذدون على فنت مزدوغ ذو سزاغ ذا تمذين تكامل ناصريا وميدي فقن أين يتواجر ذا نذي جوج ألاف وعشرين يناد ذا كان يلاد الفنيو أزال 145 ألف نت مزدوغين غاسو هورن يلان نقال هاجر بوع ليون ثوالي عصويك لغاية 31 ديسمبر 2020 تم الانطلاق في إنجاز أكثر من 145 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ وتسليم 177 أو أكثر من 177 ألف وحدة سكنية في هذه السنة. أما فيما يخص عملية التوزيع والتي كانت على مدار السنة لا سيما خلال الأعياد الوطنية والمناسبات الدينية فقد تم توزيع حوالي 200 ألف وحدة سكنية وإعانة. إن إنجاز هذا العدد الهائل من السكنات لم يكن حقاً بالأمر الهين بتاتاً نظراً للمشاكل والعقبات التي واجهناها ولعل أهمها شح الأوعية العقارية في عدد من الولايات والذي تجاوزناه أماكن يوها ونغلف غروين يتمدون ذي جوجلف وعشرين ذين يعني نطاسي غرفزن سقوان نتزمارت توشولين نتسدويت إن عمليات إنجاز هذه المرافق شهدت طفرة نوعية خلال سنة 2020 فبالإضافة إلى نوعية الهياكل المنجزة لاحظنا تقلصاً في مدة الإنجاز تم تسليم 585 مؤسسة أو هيكل مدرسي إضافة إلى 1170 هيكل دعم مدرسي أما بالنسبة للدخول الجامعي فقد تم تسليم 34800 مقعد بيداغوجي جديد و 15414 سرير للإيواء و 40 منشأة تعود لقطاعات أخرى منها الصحة والشباب والرياضة والشؤون الدينية إلى آخره. دوك سنتر لنظن سدان تصحيح حيث بوسا دقس نخدم نحريش ان تزمر دي ولايان خنشلا دوك خامن توجيا احمد بن بلايو وتمسفاني سولا نديس اي مضبراني وكانت سيشماني من سن وذولين دوك سوثار نسن وعلى حساب بولغون غاساكن لاند ديما ذي تزورا قفل نغا كفديو مجال نوفافاذن كورونا كوفيد 19 مشا ذويذي توحر من سوق زرف نسن وغافو يلا ونسن نغو قارون سن تيجا ناضيني لان بدمان كوفيد 19 طالب بوزياني وغالا تسويك الوقفة هذه دارت من أجل المطالبة بمنحة الكوفيد التي لم يتم تسليمها في الأجل المحددة وهذا أقل شيء ينجموا يدعموا به ولا يحفزوا به الزملاء والعمال راهم صامدون وراهم يكافحوا كل يوم أراد العمال قطاع الصحة بجميع أصنافهم وأسلاكهم أن يطالبوا بمستحقاتهم وبال الوعود التي وعدها رئيس الجمهورية الذي ثمن جهودهم وكفاحهم احنا في الواجهة واحنا اللي نتلقاو المريض هذا ونطلب من السلطات انهم يتدخلوا ويعطيوا لنا حقنا وسيثما سأل مهل نخام انتجي احمد بن بلا ذاك السثر ندبلي اي السثور اني خدامان ذاين اي مسوين سلع جلال المطالب نتاعهم هو تسديد منحة كوفيد 19 اللي هي تخضع إلى إجراءات خاصة بها رخصة استثنائية بالإضافة إلى أنه الاعتمادات وفرتها الدولة يبقى فقط الموضوع نطمر على العمال باللي هذا الأمر ماهوش يعني راح يروح حقوق نعدي غارو زون نفقا يثندا في مصدوغين إلان وعذ وسمزدغ وذي ينطران سيزن زلان ديوثن تمقرا يران تدير لحالة سلان حفوس غاف لقذش ويمزلاغ تواشولين ينطارن تيذو دنس في ديارة يسن تذي العرش توري ثابح صايا شو غالة تسويك جيت تصويريني دقران تدقسن في مصدوغيني جيت سواعينين ذي تسوان في كنتي تواشوليني قنطارن سي زنزلايق حوزان ثمنات ثمقرا ذي الولاية نفقيث إذا شو كان مريخ خامن ورفوكنا راسي لخدمة 20 سنية ارنو غافية وغالين ذخريب
مثل الزنزلة وشان غردا يوم ماركينا غي خا لأن كيف كان غد 29 نجمات صور ناخذ نتي ديك السوارة بالله على ما نزدغ ديكشن كانت نتي ودي نتي خدمن خدمة ناخذ نتسواكال الرمل الوسيف تورا ناكل صحة نتالا تورا تا لا يمقل حالة شنتا تكتين قايين تدرمنت ماركينا غنتفايديو نكون نشفايدا راك الحكم خدمة لا سيني سمو حاشاكم وتدارا امان وشعين سارة تريسيتي ولاش الغاز ولاش كنيت واتسين قايين مرة اسكويا نبغى كان نعلم ماذا صابوطي نيغ نكوني نسقاد قريف ونستاهل راه ثان مهلان في مزدوغ ثان الولاية نفقية ثفكاد المعونة تذريم سلقي دارنا 40 مليون سنتيم يلا ثوشولت إديس فايدان سقث مزدوغ ذا كان تولى المعونة ماشي دين ردية كان مرة لشغلات للوجمان يعني السيزم إقلان عن 2000 إلا زنزل هذايا في خامن إقلان وزمارة هنا هنا من خدمة إيزون كونسروي دي لوجمان أكيان لو دور لي كاركاس نانا ساو نكمل 40 مليون وانا نكمل الفينيس اون تكملنا تورا الديريكسيون دو لوجمون لو ديريكتور دو لوجمون ينادى ان كي سون ديسبونبل لي نسد السنة وين يدري منسن مي كونديسيون نكمل ازال 29 ثمز دوغين هذه تدار ثوريرت ذي غيوانت نسموقراض الى دايره وقفوا وركميلنت اورس وزغنت زغنت ذكيار لي حلا ذي لوان لولوفنت وشولين لا تسندين تاس الشوق مقرون ان اذا اذ دارنت ونسالي اغمي سيمي الصوت غار ثقرا ناس مزيزيل تغنو ثنت سداويين انتيران تعرف مزوغ ثنت سداوي ديدي عبد الكريم ذي الولايه بليدا وثلاث دغاف ثغزين سين وسان تستخدم التقنية الزوم ويجي اوسح في فرميال الكوفيد 19 ولا نتقت 46 سداويا سيال تيم زدوغين تي سدوانيين نتمور ثنا عادل عباسي وغلعة سويقي اختتام الدورة الخامسة للمهرجان الوطني للزخرفة والخط العربي المنظم بالبوليدا تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية. كانت طبعة استثنائية نظرا للظروف التي نمر بها، لكنها في الحقيقة كانت ناجحة جدا بكل المعايير، لأن الطلبة كانوا على اتصال مباشر عن طريق الفيديو. الطبعة ناجحة بامتياز والحمد لله. الفرق بين الطبعة الخامسة والطبعة الرابعة، المسابقة هذا الموسم أتت في ظروف استثنائية خاصة بفيروس كورونا. هذه كانت أول تجربة لي وأول مسابقة لي، جوني بزاف فرص في الليسي وفي في 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 المسار الدراسي تاعي كامل، ما حبيتش من هذه الخطرة، ما حبيتش نضيع هذه الفرصة، وكما كان الحال ربي ما خيبنيش، كلت على ربي ولا بروميير فوا نرسم زخرفة. سوي قد نوضع تقرام بوميس ناجا ونستاذ ليسر.